تتحدث هذه الفقرة عن التراث الفلسطيني. صباح الخير، صباح المحبة، صباح الأمل لكم مشاهدينا الأعزاء من مدينة السلام، من مدينة المحبة، مهد المسيح عيسى عليها السلام، مدينة بيت لحم. في هذه الفقرة سأتحدث أكثر عن الثوب الفلسطيني. رح نتعرف أكثر على بيت لحم مع الصبايا. يسعد صباحك، نتعرف عليك. خير، أنا اسمي كريستين وأنا لابس اليوم ثوب عروس بيت لحم الأصلي اللي هو القديم. أنا طبعاً فخورة أني لابسة هيك توب زي ما كلنا فخورين، لأنه إحنا عم نعمل تواصل مع الماضي وما عم نقطع تراثنا وشو كانوا يلبسوا جداتنا وأجدادنا. وبكون فخورة لأنه مها دايماً تتصل فيي عشان تقولي أنه نطلع، وبفتخر لما أمشي بين الناس أنه أنا لابسة هيك توب. أداء هنا مهم كصبايا إنه نحافظ على هذا التراث، على زي اللي تورثناه من أمهاتنا وجداتنا. طبعاً هو إشي مهم كتير لأنه حلو ما نقطع إيش إحنا أصلنا، ونحافظ عليه دائماً يعني من هون لمئة سنة، ونضل إنه كل يوم نلبسه لحتى ما ينقطع بالمرة. الثوب الفلسطيني بيتورثه عبر مئات السنين. نتعرف على الصبية. مرحبا، أنا اسمي مريان ناصر، لابس اليوم توب القدسي الأساوري، وطبعاً أنا فخورة أني لبسته لأنه كتير كتير مهم أنه ما نقطع هذا التوب واللي أخذناه من عند أمهاتنا وأجدادنا في الزمان، ولازم نحافظ على التراث الفلسطيني. طبعاً إحنا دائماً نطلع مع مها السكا، وإن شاء الله نتواصل ونطلع دائماً معها إن شاء الله. ونتعرف على الصبية وتحكينا عن الثوب اللي أنت لابساه. أنا لابسة توب القدس الغباني. هذا التوب زي ما شايفه هون الخيوط مصنوعة من خيوط مطلية بذهب، وهذا التوب كتير حلو وأنا كتير فخورة أني لابسة التوب. أنا أول مرة بلبس توب، بس شعرت أني هيك متصلة مع ثقافة فلسطين، وثقافتنا كل شيء بيروح، بس لو نحافظ على ثقافتنا هي ما بتروح لأنها بتضلها ثابتة معنا في قلوبنا. أكيد. نتعرف عليك وتحكي لنا أكثر عن الثوب اللي لبساه. إحنا بنشايفين أنه مميز عن الثواب اللي لبساته زميلاتك، خاصة أنه مطرز. هو مميز لأنه هذا هو ثوب لحم اليومي اللي كانوا يطلعوا فيه، واسمه ثوب العنبر، وأنا برضو فخورة لأني بلبس هيك ثوب، ولأنه بمثل الإشي اللي بلشنا عليه حياتنا اللي هو التراث واللي راح نكمل عليه حياتنا إن شاء الله. يعني إن شاء الله. شايفين في العديد من الغرز، بتعرفي عن الغرز الموجودة في، تحكي لنا أكثر؟ إيه لا ما بعرف. إيش بتحبي طب تحكي للصبايا اللي بجيلك حتى إحنا نحافظ على الثوب اللي تورثناه من أمهاتنا وجداتنا؟ الواحد يعني يحاول يحافظ على الإشي اللي بلش في حياته، مش يضل إنه صح يضل يغير، بس إنه الإشي اللي بلش في حياته اللي هو التراث هو أهم إشي، يعني هو اللي بتأسس عليه الواحد حياته. شكرا كثير لك مشاهدينا الاعزاء. نرى ما صنعته الانامل الفلسطينيه. نتعرف عليك وتحكي لنا عن الزي اللي انت لابساه. انا اسمي ديما مسلم من بيت لحم، لابسه الثوب الفلاح الفلسطيني للعروس الفلسطينيه. هو ثوب مميز باللون الخمري وبيمثل فلسطين وتراثنا، وانا كثير فخوره. اكيد. ايش بتحبي تحكي بمناسبه اعياد الميلاد المجيد؟ بحكي كل سنة وانتم سالمين للجميع، وإن شاء الله أعياد مباركة مع الأسرة والعيلة، وبيكون بسلام ومحبة لدائما إن شاء الله. نتعرف عليك وتحكي لنا عن الزي اللي أنت لابساه. مرحبا، أنا اسمي ناتاليا بندك، وأنا لابسة التوب العروس المجدد، وأنا كتير فخورة في هذا التوب وكتير بحب أطلع وأفخر في هذا التوب. ايش بتحبي تحكي بمناسبه اعياد الميلاد المجيد لكل مشاهدين شاشه تلفزيون فلسطين؟ كل عام وانتم بخير. وكل عام وانتم بخير مشاهدينا، بنتمنى لكم عيد ميلاد مجيد وكل عام وانتم بالف خير. بنتقل للاستديو لاستكمال فقرات فلسطين هذا الصباح، اليكم زملائي. شكرا لزميلتنا ميساء، متاسف خميس، وشكر ايضا لكل الصبايا الموجودين كانوا مع ميساء. ونستكمل ايضا حديثنا في تركات في عيد الميلاد المجيد هذا العام، ايش الجديد اللي حبيتوا تبرزوه في السنه؟ الحقيقه
الجديد القديم اللي لازم نبرزه هو تراثنا الفلسطيني اللي هو جزء من هويتنا ووجودنا بكل قرية ومدينة فلسطينية، بما انه الوطن تراكم تراث وتراكم حضارة والشعب اللي راكم حضارة بيقدر يقول هذا وطني. فاحنا سعيدين جدا جدا بهذه المشاركة بتوبة لحم، واحنا شاركنا باكثر من 40 معرض دولي بالعالم لمدة يعني في جامعة شيكاغو في المتحف لمدة 6 أشهر، بقيت اثواب فلسطين بهذا المتحف تعبر عن هوية الشعب الفلسطيني. شاركنا بجنيف في سويسرا في منظمة اليونسكو، كان ردود الفعل إيجابية جدا جدا، وإحنا سعيدين في كل المشاركات اللي بنشارك فيها. طبعا مركز التراث الفلسطيني في بيت لحم بيستقبل دائما الزوار لزيارة هذا المركز اللي هو عبارة عن متحف وفي عدة أقسام للتراث الفلسطيني منه. ليس فقط حكرا على الزي هذا اللي بنعتز وبنفتخر فيه جميعا، ولكن هناك أقسام مختلفة وطلعنا وشاهدناها يعني الزي اليوم اللي بيشارك بهذه الاحتفالية زي مهم جدا، أهم زي القدس، مدينة القدس، الثوب الغباني للقدس هو من أجمل أثواب فلسطين لقرية سلوان والعزارية ودير ياسين. هذا الثوب مميز جدا، قماشه موشى بالحرير الأصفر وطبعا تطريزه يشبه تطريز بيت لحم بقبة الملك و الأردان والبنايك الموجودة عليه، وأهم إشي الشطوة اللي بتميزه اللي هي قطعة من مهر العروس. في عنا كمان توب آخر للقدس، التوب الأساوري كمان كمان جميل جدا. عنا توب بيت لحم القديمة، في عنا توب عمر أبته أكثر من 120 سنة، هذا جميل جدا، مطلي الخيوط تبعته بناء الذهب. كمان في عنا أثواب مجددة العرايس بخدوها للحنة حتى نواصل نسوي تواصل بين الماضي والحاضر. اسمحي لنا نشوف ميرا ست مها. ميرا تحكي لنا أكثر عن التوب اللي أنت لابستيه. أنا أول إشي فخورة جدا إني لابسة هذا التوب، هذا توب الملك العروس من بيت لحم، وزي ما بتشوفوا التوب مقسم من أكثر من اسم. في عنا هون الأب والردان، الأب كل مدينة عنا في فلسطين مشهورة بألوانها وبتطريزاتها، وبعدين الشطوة هون اللي لبستها، الشطوة هي عبارة عن مهر العروس، قطع نقدية ذهب وفضة كانت تنعطى للعروس وقت عرسها. وأنا يعني فخورة جدا، بشكر ست هالسأل اللي أعطتني الفرصة إني ألبسه، خصوصا هلأ إنه هو جزء من هويتنا نحن كفلسطينية كبيت لحم، وهلأ بعد إنه اليو أن طلع قرار اليو أن كفلسطين دولة مراقبة. طب ست مها، كيف التوب الفلسطيني باكس يعني ثقافة أو حضارة المنطقة اللي هو منها؟ يعني مثلا بتميز كل توب في كل منطقة بما يميز بيئة هذه المنطقة، سواء توب رام الله اللي أنا لبسته، توب بيت لحم، توب مدينة القدس، توب بير السبع، توب الخليل. الحقيقة أول شيء بدي أهنيك على توبك الحلو كتير كتير، هذا التوب رام الله المجدد جميل جدا جدا. زي ما أنت قلتي كل توب هو هوية وثيقة لوجودنا بكل قرية ومدينة، ولكن كل توب يعني يختلف كليا عن التوب الآخر، مشان هيك إحنا بنقول هوية. مثلا إذا بنقول توب بير السبع، توب العروس بيكون مزين بالأحمر، ولكن إذا أصبحت أرملة بصير لونه أزرق. إذا أرادت الزواج مرة أخرى بتضيف له بعض الألوان أو بعض اللعب إنها بتحب تنجب مزيد من الأطفال. فكان يحكي قصة اجتماعية واقتصادية وثراء وجمال. مثلا عندنا توب أثواب رام الله، في عندنا الرومي الأبيض والرومي الأسود وتجلاية رام الله وهي جميلة جدا. كمان مش بس التوب بميز منطقة، كمان غطاء الرأس، عندنا الصفة، عندنا الوقاة، عندنا الشطوة، فكل كمان منطقة غطاء الرأس بميزها عن المنطقة الأخرى. مثلا عندنا توب رائع لغزة، التوب جميل جدا، توب غزة اللي هو، وإحنا تحية من هون لأهلنا بغزة، تحية كبيرة لأهلنا في غزة، واللقاء قريب إن شاء الله والدولة قائمة وإحنا سعيدين جدا بهذا الإشي. توب غزة تتميز بجمالها بالجلجلي وأبو متين وأبو ركبة وجنة ونار، توابها جميلة جدا وكلها موجودة على خاطة أزياء فلسطين اللي أنتجها مركز التراث الفلسطيني. شكرا جزيلا لك سيدة مها ساقة مديرة مركز التراث الفلسطيني ببيت لحم، وشكرا أيضا لي ميرا موجي. سعد صباحك يا ميرا، وكثير لبستي أنيق وحلوة، يعكس بالفعل تمسكنا بتراثنا وبهويتنا الفلسطينية. شكرا جزيلا صباحكم وكل عام وأنتم بألف خير شعبنا. مشاهدينا هذا فاصل.